إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة. اليوم إن شاء الله سأشرح لكم كيفية الحصول على الرقم الضريبي لتقليص نسبة الضرائب للأشخاص الذين يعملون على الإنترنت. إذا كما نعلم، فهناك مواقع تقوم باقتطاعات كثيرة خاصة بالضرائب، تكون إلى نسبة 30% لتقليص نسبة الضرائب. كل ما عليكم هو الحصول على رقم ضريبي سواء كنت في أمريكا أو خارج أمريكا. إذا موقع IRS يوفر لك خدمة الحصول على رقم ضريبي سواء إذا كنت من سكان الولايات المتحدة الأمريكية أو خارج الولايات المتحدة الأمريكية. في ماذا سينفعنا هذا الرقم الضريبي؟ ذلك ما سأشرح لكم اليوم إن شاء الله في هذه الحلقة. بالنسبة لي أنا شخص أقوم بالعمل مع العديد من الشركات، من بينها شركة برنتفول، ولدي أرباح قمت بالحصول عليها من برنامج الأفيليات الخاص بي، لكن فهم يقتطعون نسبة 30% من الضرائب. مثلا أنا قمت بربح 1500 دولار، اقتطعوا نسبة 30% وهي 500 دولار، وقمت أنا بالحصول على 1000 دولار، أخذوا مني 500 دولار نسبة الضرائب 30% لتقليص هذه الفائدة والحصول عليها من شركة برينتفول. يجب عليك الحصول على رقم ضريبي من IRS. كيف تحصل على رقم ضريبي؟ الطريقة الأسهل للحصول على رقم ضريبي هي الاتصال مباشرة بال الشركة وإخبارهم لماذا تحتاج هذا الرقم الضريبي وما هو نوع الأعمال الخاصة بك، وبعد ذلك سيقومون بإعطائك الرقم الضريبي مباشرة، وسيتم تفعيله بعد مرور 14 يوما من إعطائك الرقم الضريبي. كل ما عليك هو أن تستعمل تطبيق يكون يتصل بأمريكا. قم بعمل اتصال، هناك العديد من التطبيقات على الإنترنت يمكنك استعمالها لإجراء اتصال مباشرة في أمريكا. اتصل ب ذلك التطبيق. الرقم سأتركه لك في الديسكريبشن. إذا كانت لغتك الإنجليزية جيدة فهذا رائع جدا، إذا كانت متوسطة ف اكتب الجمل التي ستقوم بطرحها عليهم، وكذلك الأسئلة التي يطرحونها عليك سأخبرك بها إن شاء الله. إذا أول سؤال سيطرحونه عليك هو اسمك الأول والثاني. ستقوم بإخبارهم باسمك الأول والثاني بالحروف، بالحروف اللاتينية، حروف إنجليزية. يجب أن تتعرف على مخارج الحروف حتى لا يكون هناك أي أغلاط. إذا ستقوم بإخبارهم باسمك، عنوان السكن الخاص بك، المدينة، الرقم الحي الخاص بك أو الكود بوستال، كذلك ستعطيهم رقم الهاتف إذا طلبوا منك رقم الهاتف. في حالة لم يطلبوا منك رقم الهاتف ليست مشكلة، سيطلبونك منك رقم هاتف أمريكي. قم بإعطائهم الرقم الذي قمت بإجراء المكالمة عن طريقه. بعد ذلك سيعطونك الرقم الضريبي مباشرة بعد إكمال المكالمة. السؤال الذي ستسألك الشخص أو على حسب من يتكلم معك، هو رجل أم امرأة، ما هو نوع العمل الذي تعمل فيه، ما هو ما يعملك. ستخبره أنك تعمل على الانترنت، وانك تقوم بعمل دروب شيبين، وتعمل على برنامج الافيليات والديزاين وكذا الى اخره، لتقوم بملء الفورم المناسب للنوع العمل الخاص بك. بعد ذلك ستعطيك الرقم الضريبي وتقول لك انه سيقوم ب سيتم تفعيله بعد مرور 14 يوما. اذا انا بعد 14 يوما تم تفعيل الرقم الضريبي الخاص بي، وقمت بوضعه في شركة برينتفول. ساريكم التفاصيل. إذا قمت بعد الدخول إلى حساب على شركة برينتفول، سنرى هنا التاكس أند ليجل، معلومات خاصة بالضرائب كما تشاهدون هنا. قمت بملء هذا الفورم الذي أعطتني شركة برينتفول، ليس الـ IRS لكن شركة برينتفول، وهو الآن أبروفيت. سأضغط هنا على إيديت لأطلعكم على التفاصيل التي تطلب منكم شركة برينتفول لوضعها على الفورم. بالنسبة لشركة برينتفول، التفاصيل التي يجب عليكم أن تقوموا بوضعها، قوموا فقط بوضع الاسم الأول والثاني الخاص بكم، الدولة، كذلك تاريخ الميلاد الخاص بكم، الحي الخاص بكم، عنوان آخر إذا كان لديكم. في حالة لم يكن لديكم عنوان آخر، اتركوا فقط العنوان الأول الخاص بكم، الدولة الخاصة بكم مرة أخرى، كذلك المدينة الخاصة بكم، الرقم البريدي الخاص بكم، وهنا تضعون الـ EIN الذي ستحصلون عليه من الـ IRS.
إذا بعد أن تتحصل عليه مباشرة من الـ IRS، يعني لن تدرجه يعني مباشرة بعد التحصل عليه من الـ IRS، يعني يجب أن تنتظر 14 يوما حتى يتم تفعيله، وبعد ذلك تقومون بإدراجه في برينتفول. إذا بعد إدراج هذه المعلومات على برينتفول ستعطيكم يعني ستجدون هنا في الأسفل تضغطون على سيف، يعني تضغطون على سيف وستجدون يعني لدينا برانش وابلود، ستجدون يعني خانة أخرى فيها برانش وابلود، ستضغطون على برانش سينزل معكم هذا الفورم كما تشاهدون. هذا هو الفورم الذي سينزل معكم من شركة برينتفول، ستعطيكم برينتفول هذا الفورم، ستقومون يعني بملء هذا الفورم، تقومون بإدخال الاسم الأول الخاص بكم هنا كما تشاهدون، الاسم الأول والاسم الثاني، تقومون بإدخال الدولة الخاصة بكم، عنوان السكن الخاص بكم، المدينة والرمز البريدي، الدولة الخاصة بكم، وهنا تقومون بإدراج الـ EIN أو الرقم الضريبي الذي تحصلتم منه على من الـ IRS، هنا تضعون يعني تاريخ الميلاد الخاص بكم. ثم الخطوة المهمة وهي أن تقوموا بوضع التاريخ الذي قمتم بملء هذا الفورم فيه، مثلا أنا ملأت هذا الفورم في 11/19/2019، وتقومون بإمضائه يعني عن طريق وضع الإمضاء الخاص بكم، وتقومون بتحميله يعني مسحه ضوئيا ومرة أخرى إرساله إلى برينتفول. إذا هذا هو الفورم، أنتم يعني تقومون بالضغط على أبلود في برينتفول، وتقومون يعني بتحميل الفورم. بعد تحميل الفورم ستجدون يعني أن الفورم هنا بيندين، يعني تجد أنه بيندين بعد أن يتم تفعيله ستجدون هنا أبروفي. ما هو الفرق يعني بين وضع رقم الضرائب وعدم وضع رقم الضرائب؟ سنتعرف عليه الآن، سأضغط هنا على بي أوت لأريكم الفرق بين وضع الرقم الضريبي وعدم استعمال الرقم الضريبي. كما تشاهدون هنا يعني نوفمبر 20/2019، هنا سحبت يعني مبلغ كما تشاهدون اليوم على حسب 24/11/2019، وهنا 20 يعني في يوم 20 في هذا الشهر سحبت 46 دولار، فوصلتني على حسابي على الباي بال. سأقوم بالضغط على اكتواليزي او ريفريش لإعادة تدوير الصفحة لأريكم التفاصيل في الباي بال. إذا كما تشاهدون هنا في 21/2019 شهر 11 تحصلت على مبلغ 46 دولار. سأقوم بالضغط على الترانزاكشن أو يعني المعاملة، يعني بعد الضغط على المعاملة كما تشاهدون هنا تحصلت على مبلغ 46.75 دولار، 46.75. اقتطع الباي بال 2.36، تحصلت أنا على 44.39 يعني على حسابي في الباي بال. أنا قمت يعني بصرف هذه المعاملة. إذا كما تشاهدون قبل أن أقوم بإدراج الرقم الضريبي، قبل أن أقوم بإدراج الرقم الضريبي قد قمت بسحب هذا المبلغ، يعني في أكتوبر 10/2019 قمت بسحب 25 دولار كما تشاهد، 25 دولار في أكتوبر 10. سنعود إلى الباي بال هنا أكتوبر 11، إذا كما تشاهدون هنا 11، إذا كما تشاهد هنا يعني فالسحب يصل كمان برينتفول في يوم إلى يومين. إذا أنا سحبت يعني في يوم 10 وصلني السحب في يوم 11. إذا هنا كما تشاهدون أكتوبر 11/2019، كما قلت لكم سأضغط هنا على المعامل. كما تلاحظون هنا إخواني وصلتني 17.65 دولار، 17.65. اقتطع باي بال المعاملة الخاصة به وهي 1.08 دولار، بقت لي 16.57 دولار. إذا كان يعني قد اقتطعت برينتفول نسبة 30% من الضرائب. إذا كما تشاهدون أنا قمت بسحب مبلغ 25.21 دولار ووصلتني 16.57، يعني كم كانت نسبة الضرائب؟ كانت نسبة الضرائب 9 دولار أو أكثر، يعني 8 دولار خاصة بالضرائب. في حالة يعني قمت بوضع الرقم الضريبي وصلتني 46 دولار مباشرة في المعاملة، لذلك فالرقم الضريبي مهم. إذا كل ما عليكم هو الاتصال بالـ IRS هاتفيا، فهي الطريقة الأفضل، يعني هناك طرق أخرى لكن الطريقة الأفضل هي الاتصال هاتفيا بالـ IRS،
والإخبارية عن الأشياء التي تعمل فيها، والحصول على رقم ضريبي مباشرة سيتم تفعيله بعد 14 يوم. في حالة يعني لم تكن يعني لغتك الإنجليزية جيدة، كل ما عليك هو الحصول على خدمة ستجدها في الديسكريبشن، هي لأحد الأشخاص توجد هذه الخدمة على فايفر. أنا تعاملت مع هذا الشخص، يعني شخص جيد جدا، يقوم بإعطائك الرقم الضريبي الخاص بك في خلال يوم أو يومين، ويتم تفعيله بعد 14 يوم. إذا أنا قمت بالحصول على رقم الضريبي الخاص بي. أنت إذا كنت ترغب في ذلك، إذا كانت لديك الفكرة يعني طريقة في اللغة الإنجليزية جيدة، يمكنك الاتصال مباشرة والحصول على الرقم الضريبي. الرقم يعني الخاص بي سأضعه لكم في الديسكريبشن، يعني في الوصف الخاص بالفيديو. هناك تطبيقات يمكنك الحصول عليها لإجراء المكالمة بشكل مجاني داخل الولايات المتحدة. طريقة يعني يعني ملء الفورم و كما نقول إمضائه، فهناك طريقة يعني تقوم بملئه بشكل كما نقول على الإنترنت، يعني إمضائه على الإنترنت. مثلا هذا الموقع هنا، يمكنك أن تقوم يعني بالضغط هنا على شوازي دوموندي سينياتور، ثم تقوم بالضغط على شوازي، تقوم بتحميل الفورم بهذا الشكل هنا. مثلا سأقوم بتحميل الفورم، هذا سيسهل عليك إذا كنت ترغب يعني بوضع السينياتور والتاريخ الخاص بك. إذا سأقوم مثلا على سبيل المثال هنا أوفرير، سأقوم هنا بالضغط. إذا كما تشاهدون قد يعني قام الموقع بتحميل الفورم، ستأتي إلى هذا المكان. إذا كما تشاهدون هنا، كما تشاهدون هنا عفوا ليس هنا، هنا أجوتي تكست، يعني في التكست سأضغط هنا، تقوم بالضغط على أجوتي تكست. ثم هنا في هذا المكان تقوم مثلا على سبيل المثال نقول أنا قمت بملء هذا الفورم اليوم، أقوم بوضع التاريخ اليوم 11/2019. إذا هكذا تقوم بوضع التاريخ هنا في هذا المكان، هذا جيد. في هذا المكان هنا تقوم بإدراج يعني الإمضاء خاص بك. أنا هنا سبق وضعت يعني إمضاء تجريبي، ستضع أنت إمضاء مثلا هنا، تضع كريي سيناتور، ثم هنا تقوم بالتعليم ووضع السيناتور الخاصة بك، ثم تضغط هنا في هذا المكان هنا، وتقوم بوضعها في المكان هنا. بعد ذلك ستقوم بالضغط على تيرميني في هذا المكان، وسيتحمل معك يعني الفورم. ستقوم بالضغط على تيليشارجي في هذا المكان، سينزل معك الفورم على الحاسوب الخاص بك، وتقوم بإعطائه إلى برينتفول مباشرة. إذا كان هذا كل شيء إخواني، أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك بقناتنا والضغط على زر سبسكرايب، كذلك لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل الروابط ستجدونها أسفل الفيديو في الديسكريبشن. وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله، حيث سأشرح لكم كيفية إنشاء قناة اليوتيوب، وما هي الأشياء التي نحتاجها حاليا لإنشاء قناة اليوتيوب. كما سبق وقلت لكم أننا سنتكلم كذلك عن الأدسنس، لكن الفرصة لم تسمح، وها قد عدنا إن شاء الله الرحمن الرحيم بأشياء جديدة إن شاء الله. والسلام عليكم.